نوفل يحب السهل، وبالسهلة بوكس يقدر يشوف تلفزيون براحته كيف ميلتو تخليه. وطاوس جامي تحبس، بصح مرات تنسى روحها مالها طابلت. وجي جي ديما تفارتاجي، وشنو خوها مهبلها. عبد اللطيف شحال خفيف. في هذا رمضان راح نساهموا بخمسين دينار لصالح الهلال الأحمر الجزائري لكل تعبئة 2000 دينار وأكثر، ونهديو لكم 50 جيجا انترنت مهدة أيضا عن شراء سهلة بوكس. مع سهلة بوكس كونكتي دارك وقعن مع عائلتك. أريدوا عيش الانترنت. بسم الله الرحمن الرحيم. نقول مشاهدينا الكرام صحة رمضانكم، وان شاء الله يكون دخل عليكم بالصحة والهنا، وان شاء الله ربي يرفع عنا هذا الوباء، وان شاء الله يداوي كاع المرضى والمصابين ان شاء الله. مو حاجة الاولى كما راكم تشوفوا رانا مع الحجر الصحي ورمضان، انا شاك جور اونترينو. كيفاش تقضي اوقاتك فيها في رمضان؟ احكي لنا بالتفاصيل. راني نقضي اوقاتي في رمضان نرقد نوض قيس الخمسة هاك كوم دابيتيد اونترينمون، ورا الفطور نريح شوية في الدار ونخرج نقصر. راك تعرف رمضان يليق له السهرات. ماكش تعمل، ماكش تلتزم بالحجر المنزلي. كيما راك تعرف مع السهرات الرمضانية يليق شوية تخرج ديفولي برا مع صحابك وكاع، نحيي بمناسبة اصدقاء تاعي. انا نفوت اوقات جميلة ونعاود نولي للمنزل. بون كما يقول لك تاني رانا نتبعوا في تعليمات وبروغرام اللي عطاه لنا الشيخ فيصل بريباراتير فيزيك تاعنا، اللي نحيي بمناسبة نقول له صحة رمضانك. انا نتبعوا تعليمات تاع بحذافيره، وين يقولنا وين يعطينا تعليمات شاك شور كيفاش نخدموا كاع، وهذه هي كما يقول لك. انا جاهز 100%، وين راني اجون تريني هنايا، والحمد لله اللي فيها الخير ربي يجيبها ان شاء الله. نقولها للاعبين ولا كمواطنين جزائريين، ونقول لهم التزموا بيوتكم وطبقوا الحجر المنزلي بحذافيره، وين هذا المرض وهذا الوباء الله يبعد علينا، ما ماشي ساهل. وبزاف خاوتنا ناس ماتوا، اللي نقول لهم الله يرحمهم،
واللي كنطبقوا التعليمات بحذافيرها نلتزموا بالحجر المنزل. بون كلمه اخيره نحيي انصار مولوديه سعيده بالمناسبه ونقول لهم كاع صحه رمضانكم وان شاء الله صحه عيدكم، وان شاء الله نتمنوا مولوديه سعيده يبقى في محترف ثاني لما لا العام الجاي ان شاء الله نلعبوا على الصعود. ونقول كاع المشاهدين الكرام صحه رمضانكم صحه عيدكم، ونبلغ تحياتي للعائله ان شاء الله.